السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي حلقة جديدة من تحقيقات يو اي اي. طبعا تحقيقات يو اي اي النهاردة هنكشف التحالف اللي ما بين الثلاث قنوات دول، وللأسف دخل فيهم قناة ملهاش اي ذنب اساسا، وهم قناة روان وريان وجودي جوري وقناة تانية وهي قناة جوجو ستار. اكيد قناة تانية بقى اللي دخلت فيها المشكلة والعفرطة والكلام ده كله هي قناة عائلة عمر. طبعا كلهم بيسرقوا محتوى، وشرط ان هم يدفعوا لقناة عائلة عمر فلوس، ولكن للأسف قناة عائلة عمر عملت غلطة. والله انا مش هلوم قناة عائلة عمر جدا، لانها مش قصدها ان هي تعمل الكلام ده كده. قناة عائلة عمر بترشيهم، زائد ان هم كمان بيرشوها بس اكتر. فقناة عائلة عمر هدفها بس ان هي تساعد الكل، ومش عارفة ايه خطورة الموضوع، ولكن انا بدعم قناة عائلة عمر، وعمري ما هشتمها حتى لو شتمت في قناتي. اكيد طبعا هشتمها انا. ايوه شباب، ما ينفعش ان حد يشتم فيا. انا لو حد شتم فيا انا هشتم فيه، انا ماليش دعوه، انا باخد حقي. لكن انا بقول لكم حاليا، انا بصراحه شايف ان قناه عائله عمر ما لهاش ذنب في الموضوع، ولو هي دخلت نفسها في الموضوع انا مش هلومها جدا، مش هلومها اساسا لانها مش السبب، ولكن للاسف هي دخلت نفسها في موضوع ملهوش اي 30 لازمة حرفيا، وملهوش اي حاجة تستاهل كل وجع القلب ده. وطبعا كل الناس دلوقتي متفقة على شيء واحد بس، ان قناة عائلة عمر هي قناة مظلومة. واتوقع ان مفيش واحد عمل فيديو عن الموضوع ده، ولكن انا برضو هقوله. خلينا نبتدي بأول معلومة. ايه التحالف الغريب ده؟ التحالف اللي انا اول مرة اسمع عنه ده. التحالف ده ببساطة مش تحالف اخوي خالص، لان زي ما قلتلكم القناتين حرامية او مش حرامية يعني. وصديقي ده برضو ما قالش عليهم ان هم حرامية، هو قال لي ان هم زي ما انت شايف كده ان هما مش حرامية قوي وما تبالغش، لكن هو ممكن يكون شايف كده، وممكن يكون هو عنده حق. انا فعلا ببالغ معهم، ولكن لانهم بجد يعني زادوا عن حدهم، وانا بصراحة كنت ناوي ان لانهم بجد يعني ضقت زرعا من، ولكن هو زرع لانه عارف ان هما مش قصدين، ولكن انا شايفهم ان هما قصدين. ولكن طبعا انا متفق معاه شوية وشوية لا، بس يعني هما برضو غلطانين وهيفضلوا غلطانين، وعمري ما سامحهم اصلا، ما انتوا عارفين يعني. لان اي واحد بيعمل حاجة زي كده فانا مش هسامحه حتى. لا انتظر لي بصراحة، ولكن مش هقلب عليه بقى، اللي هو بدل مش هقلب عليه حسن نصر الله في اول ما جه يتفرج، اول ما جه يتكلم عن الانفجار بتاع لبنان، مش هقلب لهم قوي كده، فهمتوا يعني بالظبط كده. ولكن غير كده انا بصراحة مش عايز اعمل اي مشكلة على الفاضي. انا بس بقول لكم ان في تحالف رياني مع جودي جوري. كويس انا قلت صح كده، اوكي. تحالف ما بين روان وريان واقول له وجودي جوري، وانا هقول لكم ايه التحالف ده وايه هدفهم منه. اولا ايه التحالف ده؟ التحالف ده زي ما بعض، هو تحالف شبه اخوي بس في نفس الوقت هو تحالف مالي اكتر. يعني ببساطة كده هما الاثنين القناتين، مش عارفة اقولها، الاثنين دول هدفهم اساسا ان هما يكسبوا من بعض، عايزين يكسبوا من بعض. هما هدفهم من الاساس ان هما يكسبوا من بعض،
زي ما قلت لكم كده، عشان فكرتهم تنتشر اكتر، وهم لو عايزين يشوهوا في حد هيشوهوا فيه من غير اي سبب. وطبعا لو جهوا يشوهوا في الديانة الإسلامية الدنيا هتتقلب، ويجي أردوغان ويقول لك دول محتاجين يزوروا طبيب نفسي. وبصراحة أنا متفق معاك في النقطة دي يا أردوغان، وأتمنى أن أنتوا تكونوا متفاهمين قصدي إيه بالظبط. إن هم لو شتموا في أي شيء عن الدول العربية فالدنيا هتتقلب فوق دماغهم، لكن لو شتموا في شيء معين تاني زي انت من اني جنسية مثلا برضو الدنيا هتتقلب فوق دماغهم. وده اللي انا عايزه بصراحة. ولكن غير كده التعصب الجنسي، لان في ولد كان جاي يقول عن الولد والبنت في ماينكرافت، كتب ان المقطع ده بس عبارة عن هزار، مفيش اي جزء من الكلام ده حقيقي، هو بس مجرد وجهة نظره عن لعب البنات والولاد في ماينكرافت، او عن الولاد والبنات في العالم العادي بس مخلوطة في ماينكرافت. يعني عادي، يعني مش شيء غلط ابدا اللي هو عمله، ما كانش فيه اي شيء غلط لانه كتب في الاول. ولكن غير كده انا ممكن اقول عليه غلطان شوية، لانك مكنتش تعمل كده ليه، مكنتش تعمل كده اساسا. ولكن عموما هو برضو لسه عنده حق بنسبة خارقة فوق 100%، ولكن انتوا عندكم حق بنسبة 0%، عندكم حق بنسبة ناقص 15 بليون%. يعني انا عارف ان مفيش رقم اسمه كده، ان مفيش نسبة اسمها كده بليون في المية، لا انا عارف ان مفيش حاجة اسمها كده، ولكن انا بقول لكم الحقيقة بالظبط بالظبط بالظبط. هما التلاتة يوتيوبر زي بعض، عارفهم هما هدف واحد، ولكن هما ما تعرفوش هما علاقتهم زي علاقة قطر وتركيا. يعني مش هدخلكم بقى في السالفة، مش هجيب سيرة السياسة في الموضوع، الموضوع ملهوش علاقة اساسا الموضوع ده، لكن انا بدي مثال بس. هو لان علاقة تركيا بقطر هي علاقة مالية، وده علاقة حلوة. واسف على اللعب عشان ابعد عن المكان ده شوية. وزي ما قلت لكم طبعا انا مش موافق خالص على التحالف ده، وعايز التحالف يتكسر باي طريقة، لانه لو كمل هتحصل مشاكل ما بين الاثنين يوتيوبر والتلاتة عموما. لان وتقريبا انا اتوقع ان روان وريان ممكن يكسبوا، وفي نفس الوقت جودي جوي وجوجو ستار ممكن يكسبوا، لان في ناس كتيرة مش مشتركة في قناة روان جودي جوري وجوجو ستار بيحبوهم جدا، ولكن لسه مش مشتركوش في قناتهم. مش عارف ليه هما لسه مشتركوش، ومش عارف ليه يا جماعة انتوا لسه ما اشتركوا، انتوا لسه ما عملتوش سبسكرايب عندي، انزلوا تحت حطوا سبسكرايب. عموما يعني خلينا نكمل. فعشان كده هما انا اتوقع ان جودي جوري احتمال اكبر هي اللي تكسب، لان معاها جوجو ستار زي ما قلت لكم، وهيقعد، ولان جوجو ستار اكبر من اسمهم ايه دول روان وريان، فهي ممكن تقول انتوا ازاي بتكلموا ناس كبيره كده. ولكن غير كده لان زي ما قلت لكم اخوهم ده اللي هو يفرتكني انا تقريبا، عشان انا قاعده اشتم فيهم. ولكن ما يهمنيش اساسا، انا كل اللي يهمني ان انا اثبت الحقيقه. ولكن هما اخوهم اللي هيفرتكني ده تقريبا، لو لما يشوف كل الفيديوهات اللي انا عاملها، هي ده ممكن يساعد روان وريان ويقعد ويقول برضو ان انا اكبر منك، وعلى فكرة ما ينفعش تشتميني واحترمي نفسك ومش عارف ايه وما ادري كيف والكلام ده كله. فتحصل خناقة كبيرة جدا انا مؤكد، وتحصل الخناقة دي اتوقع ان الاثنين عندهم اجريات تخليهم يكسبوا. ولكن ما هي السلبيات؟ السلبيات هي كلها اصلا عبارة عن ان مثلا جودي جوري وجوجو ستار مش في طاقتهم او عدد مشتركيهم
ان هما يقدروا ينافسوا قناة عندها فوق عدد قنوات، فوق قناتهم بكتير جدا، واللي هي تقريبا 8 مليون وداخلين على 9 مليون. يعني لو اتكلمنا عن قناة روان وريان، فقناة روان وريان تنسف وتكنس القناتين دول مع بعض، وتكنس قناتهم التالتة، يعني كل القنوات لو فرقوهم هيروحوا كنسينهم. ولكن ده شيء مستحيل شوية دلوقتي، لأن زي ما قلت لكم في تحالف بينهم وهم مش عايزين يكسروا التحالف. ولكن مش هتكون عندي مشكلة، مش هيكون في مشكلة ما بين روان وريان. بالنسبة روان وريان دي مش مشكلة خالص، لأنهم عارفين إن لو حصل مشكلة هيكنسوا فيها كل ما هو جودي جوري، وكل ما هو جوجو ستاري، وكل ما هو جوجو فودي اللي أنا قلته ده، أو يعني كل ما هو من قناتهم هتنسفوا وتكنسوا بالكامل. هقول لكم بقى ازاي هي ممكن تقول لكل متابعينها يروحوا يشتموا جودي جوري وجوجو ستار، ويقعدوا يقولوا كلام وحش جدا على قناتهم بالتالي، زي ما انا بعمل دلوقتي. انا عايز اصلا الناس ما تشتركش في قناتهم، بس انا يعني مش بجبر الناس، انا بس بقول لهم ما تشتركوش في قناتهم، لان قناة عارفين كده ليها زوايا وحشة جدا. ولكن ايه ده، خليني احلل كده، واضح ان في عينيا في عين قطة، مش عارف ايه ده الكلام ده. ولكن غير كده زي ما قلت لكم ان انا مش قصدي ان انا برضو اعمل كده، ولكن في الاخر خالص انا عايزه اقول لكم ان القناتين هدفهم، يعني هتكلم عنه دلوقتي بسرعه لان فاضل شويه ويبقوا 15 دقيقه. اوكي زي ما قلت لكم، خلينا نقول ايه اهدافهم بسرعه جدا. اهدافهم هو مش هدف واحد، هو اهداف كتيره جدا. اولا هدفهم هو ان هم يخلوا الناس تبقى عنصرية جنسيا، عنصرية في الكلام ده كله، عنصرية جنسيا زي ما قلت لكم. وهقول لكم الحاجة التانية اللي ممكن الحاجة التانية مثلا مثلا الحاجة التانية هي ان هم من زي ما انتوا عارفين هدفهم اللي متوقع جدا هو ان هما عايزين ان هما يخلي الناس يتبعوا افكارهم باي طريقة. ليه بقى عايزين يتبعوا افكارهم؟ لان هو ده هدفهم. زي ما قلت لكم اي واحد ليه هدف معين فهو اكيد عايز ينفذ الهدف. وغير كده القناتين دول هدفهم اكبر هدف ليهم هو كسب الفلوس على ما هو لا شيء. وكل الناس طبعا في اليوتيوب عايزة تكسب الفلوس، ولكن اصبروا شوية على رزقكم، اصبروا شوية على رزقك يا جودي جوري. ولكن غير كده زي ما قلت لكم دخلت نفسها قناة عائلة عمر وابتدت تدفع لهم الفلوس دي فعلا، مع ان انا شايف ان القناتين قنوات حرامية لا تستحق اي اشياء مادية. هم طبعا تعبوا على قنواتهم، وخصوصا جودي جوري. انا اكتر ناس انا ضدهم هم روان وريان. طبعا جودي جوري انا ضدها جدا، ولكن برضو هفضل ضدها هي كمان، لانها برضو جزء من الحاجة. وتقولي طيب انت ليه مش بتكره قناة عائلة عمر؟ قناة عائلة عمر ببساطة محتوى عادي جدا، ملهاش هدف شرير، كل اهدافها حلوة، وقناتها اساسا للاطفال. يعني هي بتحاول ان هي بتحاول باي طريقة ان هي ما تنشرش فكر غلط او اي فكر وحش. وبس كده شباب، كده نكون وصلنا حلقتنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، يا رب ما جيبش العيد. وبس اشوفكم في الفيديو ان شاء الله. اقول ايه صراحة نسيت، اشوفكم في الفيديو ان شاء الله. مع السلامة.